نمسي عليكم بالخير متابعينا الكرام، معاكم اخوكم خالد مظفر، برنامجنا برنامج هيدو. اليوم احنا معاكم وكل يوم ان شاء الله بنكون معاكم، نمسي عليكم بالخير ببسمه وضحكه وطله وجميله. ايش رايك بالمعدل ضحكه وطله؟ شيء جميل هذا، يعطيكم العافيه. الاسئله اليوم، اول سؤال راح اسالكم اياه، ما هو شعار البطوله؟ ما هو اسم اوبريت الخليج؟ اين اقيمت اول مباراه؟ قششكم الاسئله، اول ثلاث اسئله على الهواء، اللي معانا هني اول واحد راح يجاوب راح يربح معانا. تابعونا مستمرين معاكم. ورجعنا معاكم من جديد متابعينا، متابعين تلفزيون كويت سبورت، ومعانا متسابق جديد نتعرف عليه. عبد الله الشيخ. والنعم والله. العبد حبيبي اخوي، احنا دائما اول واحد ما نساله ولا يجاوب على طول يربح معانا، وانت مبين انك محظوظ حبيبي. ما قصرت، ربحت معانا 30 دينار مقدمه من وزاره الاعلام، تستاهل. يفيجك مي الضحك تشمت عليك. خله مبروك، ربحت معنا 30 دينار تسلمها من اخوي عبد الله هناك. كلمه تقولها حق ربعك. يعطيكم العافيه، ما قصرته ومشكورين. مشكورين حبيبي، مع السلامه يا حبيبي. بس ومستمرين معاكم برنامجنا برنامج هيدو، ومعانا متسابق جديد، تعرفنا بنفسك. هاشم مسويك. والنعم والله. انا بحالك. شلونك مع الاسئله الرياضيه؟ لا تمام ان شاء الله. تمام شلون يعني؟ لا زين زين ان شاء الله. ان شاء الله حلو. السؤال اللي بسالك اياه عن الرياضه وكاس الخليج، عندك معلومات عن كاس الخليج؟ طبعا شو ما عندي معلومات. قرب. حلوين، عندك معلومات عن كاس الخليج. السؤال، كم مرة منتخب الكويت أخذ كأس الخليج؟ 10 مرات. آخر كلام؟ أكيد ما يبي له بعد. 10 مرات. 10 مرات طبعا. زعيم الخليج هذا. بس كلامك صحيح. كلامك صحيح 100%. ومنتخب الكويت حصل على كأس الخليج 10 مرات. ربحت معانا 30 دينار مقدمة وزارة الإعلام، وشركة فيفا أيضا تقدم لنا جوائز قيمة، مو مقصرة معانا. نشكرهم على هذه الرعاية الجميلة. مبروك عليك وتستاهل، هذه هي الجائزة تستاهل. عساكم على القوة. مشكورين. كلمة تقولها المشاهدين تلفزيون كويت سبورت. والله مشكورين وعساكم على القوة إن شاء الله، ودايمين إن شاء الله أنت، وكل مرة نشوفكم إن شاء الله على خير إن شاء الله. إن شاء الله آمين حبيبي. ما قصرت. فاصل. ورجعنا معاكم من جديد مشاهدينا، مشاهدين برنامجنا برنامج هيدو. اليوم احنا بالمباركية ومعانا متسابق جديد، نتعرف عليك. اخوك حسين العنزي. نعم والله. طال عمرك، شلونك مع الاسئله الرياضيه؟ ان شاء الله تسلك. تسلك ان شاء الله، الامور ان شاء الله دائما تسلك بالخير. طال عمرك، خليجي 23، وبرنامجنا نبي نتكلم عن خليجي 23، نبي نستانس معاكم، نبي نسالكم اسئله سهله وخفيفه وبسيطه. تفضل. السؤال هو، المباراة الافتتاحية اللي كانت بين الكويت والسعودية كانت على أي ملعب؟ استاد جابر. آخر كلام؟ استاد جابر. واحد. أكيد؟ أكيد إن شاء الله. متأكد؟ حاضرها شلون متأكد؟ على اللي دق عليك. طال عمرك، دق عليه وقول له أنا ربحت لأن جوابي صح. أي نعم، استاد جابر بالمباراة الافتتاحية. كلمة قول له، قول له بس. أوكي حبيبي. اي نعم، مباراة والله بتكلم. اي الافتتاح استاذ جابر، ربحت معانا 30 دينار مقدمة من وزارة الإعلام. شكرا جزيلا. شكرا. تستاهل. الله
حبيبي شكرا. فاصل ونكمل معاك. ورجعنا معاكم مشاهدينا، مشاهدين برنامجنا، برنامج هيدو. اليوم احنا بالمباركية ومعانا العم الغالي، تعرفنا بنفسك. والله عادل العوضي بارك الله فيك. نعم والله. والحبيب فواز عادل. والنعم والله والنعم. عمي شلون معلوماتك الرياضية؟ والله الرياضة الكويتيين كلهم منسجمين وياها ومنغمسين الكل ما شاء الله عليه. طال عمرك بسألك سؤال خفيف لطيف، تابعت بطولة كأس الخليج؟ هيدي ما شاء الله تابع، الكل تابع ما شاء الله. عمي بطولة فيها بعد عانين؟ اي نعم اكيد فرحانين 100%. ما في بعد حضور سيدنا صاحب السمو يعني كان شرف كبير. اكيد اكيد. طال عمرك نبي نسألك سؤال خفيف بسيط، واللي هو ما هو شعار البطولة؟ شعار البطولة كان من الوان اعتقد اشرعة او شيء من النوع هذا، اللي شعار يعني حمامة بس جناح الأجنحة هذه. هذا وين؟ إيه طال عمر شعار بطولة خليجي 23 كان فيه شعار، هو شعار البطولة. حمامة حمامة خليجي للأبد ومكتوب عليه وشعار الحمام. خليجي بالأبد. إيه نعم صح، خليجي للأبد هو شعار بطولة خليجي 23 كاهني خليجي للأبد. جاوبت صح. إن شاء الله معانا 30 دينار مقدمة وزارة الإعلام. قواك الله يبا، مشكورين وما قصرتوا. بيض يا بطل، قول حق المخرج يطلع فاصل. يطلع فاصل. أرضنا أرض الكويت المخلصين، نرحب بعزوتنا شرفت المكان. حنا شعب صباحنا حامي العرين، في دار أبونا صلقانا اليوم حان. نرحب بعزوتنا شرفت المكان، شعب صباحنا حامي العرين، في دار لقانا اليوم حان. وفي كويتنا احتضار وشوقنا توقد، نحن لها نحن لها، عاش الخليج للأبد. ومستمرين معاكم متابعينا الكرام، ومعنا متسابق جديد نتعرف عليك. يوسف النصر. بالنعم والله. الله ينعم عليك. عمرك شلون معلوماتك الرياضية؟ والله زين. شنو ذكرياتك مع كأس الخليج بشكل عام؟ والله تقريبا كلهم تقريبا شفت. من البطولة الكم؟ الواحد اثنين؟ يعني نقول تقدر تقول من ثمانينات. ثمانية. ثمانينات. ثمانينات. تمام. طال عمرك. السؤال اللي بسألك إياه، من هو هداف بطولة كأس خليجي 14 اللي صارت بالبحرين؟ البحرين هداف البطولة كويتي. كويتي وحمود. جاسم الهويدي. جاسم الهويدي. جاسم الهويدي. جاسم الهويدي. آخر كلام. مبروك. اي نعم صح، الكابتن الكبير جاسم الهويدي، نوجه له تحية. ابو حمود اي نعم هو هداف بطولة كأس خليجي 14، ربحت معنا 30 دينار مقدمة من وزارة الإعلام. الله يسلمك، مشكورين ما تقصرون، والله يزيد ان شاء الله ويخليكم حق ديرتنا ان شاء الله. بعد راسي نتعرف على الحلوين، شو اسمك؟ عزيز. عزيز وانتي؟ خديجة.
قولوا حق المخرج يطلع فاصل. واحد اثنين ثلاثة. اطلع فاصل. اطلع فاصل. عزوز قولها وهني قول اطلع فاصل. اطلع فاصل. اطلع فاصل. ورجعنا معكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومعنا الاخ الغالي تعرفنا باسمه محمد علي الطهات من المملكه الاردنيه الهاشميه. نعم والله. شلونك؟ والله بألف خير ونعم الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك الغالي. نبي نسالك سؤال، شنو تعرف عن الكره الكويتيه؟ اول شيء قبل الكره الكويتيه، اول شيء بطلب من الله سبحانه وتعالى في بدايه العام الجديد انه الله يحفظ الكويت اميرا وشعبا وحكومه، وربنا يديم عليكم الأمن والأمان إن شاء الله، ونتمنى لهاي البلد الطيب كل الخير وكل أمنيات التوفيق لها يا رب إن شاء الله. اللهم آمين. الله يحفظ جميع الشعوب العربية. اللهم آمين يا رب. والحين عاد هلأ أبيك تجاوبني، سؤالي هو شو بتعرف عن الكرة الكويتية؟ والله بعرف إنها في عام 1982 تأهلت لنهائي كأس العالم في إسبانيا، وغنوا الأغنية المشهورة اللي هي هيدا هيدا هيدو، وهو اسم برنامجنا هيدو. نعم صحيح. وربحت معانا 30 دينار مقدمة من وزارة الإعلام، تستاهل. وشكرا جزيلا لكم. أنا الهدف مش الهدف المادي ولكن الهدف المعنوي، وأنا هاي البلد لها مكانة خاصة في قلبي، رغم أنا أتردد عليها بالشهر مرتين لأني أنا أعمل على نقل الخضار والفواكه من الأردن إلى دولة الكويت الشقيقة الحبيبة. الله يحفظك يا حبيبي، والله يخليك ويعطيك العافية، ومبروك ربحت معانا، تستلم الجائزة من هناك. الله يحفظك حبيبي يا أستاذ حبيبي. فاصل وبدنا نرجع بعد الفاصل. مسي عليكم بالخير مشاهدينا، مشاهدينا الكرام، متابعين برنامجنا برنامج هيدو. احنا بالمباركية قاعد نتنقل من مكان لمكان، ومعنا عائلة جميلة، وهذا اللي تعودنا عليه دائما بالمباركية، العوائل والأهل والشباب الكل هني متواجد ومستانسين. تعرف عليك يا بطل. باي. والنعم. والنعم والله. ما ريكزو البندري. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب ويخليكم. احنا يبت الأسرة الجميلة اللي جاية هني شوفتكم مكسب، وظهوركم لنا هو اللي احنا نبيه، ونبيكم دائما مستانسين. ربحتوا معنا 30 دينار مقدمة وزارة الإعلام، وجائزة من شركة فيفا، تستاهلون. شكور. تستاهل. مستانس؟ مبروك. أعطيكم العافية. تابعونا مستمرين معاكم. ورجعنا معكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومعنا الاخوان الغاليين المتسابقين حق لعبه الديربي، واللي جاوب اسرع هو الفايز. انت عرف عليك. احمد الشمري. والنعم والله. حبيب عبد الله العاصمي. والنعم. الغالي السؤال هو برنامجنا اسمه هيدو عن بطوله كاس الخليج. اول بطوله حق كاس الخليج، اول واحده، منو الفريق اللي اخذها؟ المنتخب. منو؟ واللي جاوب اسرع هو الفايز. منو؟ الكويت. الكويت. نعم الكويت. جاوب هو اللي جاوب قبلك. حظ اوفر. حظا اوفر. حظ اقول حظا عادي. حظا عادي. حظا اوفر. البرنامج الجاي ان شاء الله تفوز معانا. ما يحتاج حبيبي. تستاهل. ربحت معانا 30 دينار مقدمه وزاره الاعلام. اشكرك والله، يعطيكم العافيه، ما قصرت على مجهودكم الطيب. سعد راسي. تستلمها من اخونا عبد الله اللي قاعد هنا حبيبي. أوه. تسلم. تسلم حبيبي.
تابعونا مستمرين معاكم. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام، ومعانا الحبيب الغالي. تعرفنا بنفسك. احمد عبد الرحمن. والنعم والله يا ابو حميد، ابو حميد الغالي الحبيب. شلون معلوماتك الرياضيه؟ لا الحمد لله، الحمد لله تمام. نشكر الله. نشكر الله. كم من 100 يعني معلوماتك الرياضيه؟ 95. 95 انت بلاتر يعني خبره. بس معلوماتك الرياضيه 95 يعني راح تجاوبني ان شاء الله. ان شاء حلوين. خليجي 20. حلو. في لاعب حصل على جائزة أفضل لاعب، من هو؟ كويتي. كويتي فهد العنزي. الله طلعت، طلعت فعلاً. طلعت فعلاً، معلوماتك جميلة. فهد العنزي. كلامك صحيح. الحمد لله، الحمد لله. ربحت معانا 30 دينار مقدمة من وزارة الإعلام. ولك ألف تحية، وتستلم الجائزة من أخونا عبد الله اللي قاعد هناك لابس جاكيت أحمر. روح تستلم منا الجائزة. حبيبي موفق. تابعونا. رجعنا معاكم مشاهدينا الكرام مع لعبتنا الجميلة، اللعبة المفضلة، لعبة الديربي، واللي جاوب اول هو الفايز. تعرف عليك عمي ابو ابراهيم التميمي. والنعم والله. تعرف عليك محمد السبيعي السعوديه. والنعم والله. يا جماعه الخير، سؤالنا ان شاء الله يكون خفيف وسهل، وبرنامجنا ما في احد خسران والكل ربحان ان شاء الله. السؤال، السؤال هو اللي جاوب اسرع هو الفايز. خليجي 10، من هو هداف خليجي 10؟ كويتي. جاسم يعقوب. كويتي. كويتي واصبح مدرب وطني. ابراهيم. ها محمد ابراهيم. محمد ابراهيم. اي نعم صح، الكابتن الكبير ابو نواف نوجه له تحيه، وهو هداف خليجي 10. وجاسم يعقوب ايضا هداف المرعب نوجه له تحيه. ما اشترك محمد ابراهيم. تستاهل عمي، ربحت معنا 30 دينار مقدمه وزاره الاعلام، تستلمها من الاخ عبد الله اللي هناك. تسلم. مبروك. تلقى مثلي مذيع طيب. طيب انت، جزاك الله خير. حبيبي يا عمي، الله يحفظك. حبيبي حبيبي، يعطيك العافيه. جمهورنا، نختم معاكم اليوم، لكن نطرونا باكر مستمرين معاكم برنامجنا، برنامج هيدو. كان معاكم اخوكم خالد المظفر، كل يوم هني متواجد بالمباركيه.
نجمات في نجمات نور الملاعب غنى واليامان ايلوه يا حلو الاسم والله والنعم يا حلو الاسم.